قدام الحضور، انتم ما صورتوا اتوقع الاشي، المعتقلين وقفوا يحكوا شو احساسهم شو شعورهم انهم موجودين في محكمة وينقلوا الصورة اللي صارت معاهم، الدفش اللي صار عن طريق قوات الامن اللي بيدعوا انهم بحافظوا على الامن، زي ما انتم شايفين انهم ما بحافظوا على الامن ولكن برفعوا بس فقط برفعوا مستوى الضغط الموجود في المحكمة. طبعا الاشي حساس اكثر من لازم، ما في حاجة انه ياخذ صورة اكبر من هيك. تم اعتداء على اسرى نفق الحكم استاذ خالد والاستاذ رسلان بالدفش، هذا الاشي غير مقبول لا على مستوى قانون ولا على مستوى دفاع ولا على مستوى تمثيل شعب او مستوى حفاظ على النظام. كل هذا امام القاضية، القاضية للاسف ما كانت في القاعة، احنا طلبنا انه ننقل الصورة للقاضي ويفتحوا الكاميرات الموجودة في القاعة اذا موجودة، بنتمنى من القاضي انه تسمعنا وتفتح الموضوع وتفتح لجنة تحقيق في هذا الموضوع. مش ممكن انه يكون في اعتداء على محامين جايين يعملوا عمل هني يمثلوا اسرى في طريقة قانونية، في نهاية المطاف يتم دفعهن ودفشهن والاعتداء عليهم، اشي غير مقبول. اي من مين كمان؟ مناضل، احنا اللي شفناه مناضل في الزاوية اللي عنا، طبعا عدد كبير من قوات الامن اللي عم بحافظوا بدعوا انه بحافظوا على الامن، سكروا علينا، سكروا علينا الباب، منعوا الرؤية بيننا وبين المعتقلين.